أهلا بكم في قناة يجب أن تعرف. قبل البدء في مشاهدة هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيه ليصلكم كل ما هو جديد وممتع. يعتبر زعيم كوريا الشمالية الشاب كيم جون أون، الذي يبلغ من العمر 33 عاما، من أكثر زعماء العالم إثارة للجدل، خاصة بعد قراراته وتصرفاته التي جذبت إليه أنظار العالم، حيث يتابعه الملايين خاصة عند إصدار قرار جديد يشغل به مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا الفيديو بالتحديد سوف نكشف لكم لماذا يعتبر زعيم كوريا الشمالية أغرب رئيس في العالم. تولى كيم جون الزعامة بعد وفاة والده كيم جون آن الزعيم السابق للبلاد في 19 ديسمبر من عام 2011. ومنذ ذلك الوقت تعتبر كوريا الشمالية محل انتباه العالم بسبب قرارات رئيسها. درس كيم جونغ أون بمدرسة بيرن الدولية في سويسرا حتى عام 1998، وكان من بين أبرز المشاهير الذي زاروا كوريا الشمالية والتقوا كيم هو نجم كرة السلة الأمريكية السابق دينيس رودمان. ومنذ وصوله إلى السلطة أشرف كيم على مواصلة تطوير البرنامج النووي كوريا الشمالي، حيث من أغرب الأشياء أنه لا يعرف تاريخ مولده الحقيقي، حيث قيل أنه ولد عام 1983 أو السنة التي تليها. قام كيم جون بإعدام وزير دفاعه رميا بطلقات مدفع مضاد للطائرات بعد انتهاء عرض عسكري لأنه غلبه النوم في أحد مؤتمرات الرئيس. كما أعدم أيضا المغنية هيون سونغ وول وهي صديقته السابقة بعد اتهامها بتصوير فيلم غير أخلاقي. لقب كيم جون أون نفسه بالزعيم العزيز، وذلك لسيطرته على الحكم، وقال إن هذا اللقب علامة مسجلة باسم والده. كما أراد زعيم كوريا الشمالية إعادة كتابة تاريخ بلاده السياسي كما يتفق مع أهوائه الشخصية، حيث قام بإزالة 99% من أرشيف تاريخ وكالة أنباء بيونغ يانغ حتى التي تتعلق بوالده الزعيم السابق لكوريا الشمالية لما فيها من أخبار تضر بوالده. وفي ظل حكم كيم جون أون لن يحميك منصب حتى لو كنت وزيرا للدفاع أو درجة قرابتك من رئيس الدولة حتى تنجو بحياتك. وبين القتل رميا بقذائف الهاون أو رميا للكلاب الجائع أو رميا بقذائف مضادة للطائرات، يتفنن رئيس كوريا الشمالية في التخلص من خصومه. ومن بين التهم أيضا هي شرب الخمر أثناء الحداد على والده والنعاس أثناء عرض عسكري. خضع كيم لعدة جراحات تجميلية حتى يستطيع الوصول لأكبر شبه بينه وبين جده الأكبر كيم آل سونغ، وهو أول زعيم لكوريا الشمالية وقدوته للزعيم الشاب، كما أنه يخشى من الحلاقة بشدة، وكان هذا سبب حلاقته لنفسه، واختار قصة شعر تجعله يبدو أطول سنتيمترات قليلة من طوله الحقيقي. حيث لم يكتفي كيم جون بذلك، بل أصدر مرسوما رسميا يفرض على الرجال أن يسيروا على غرار قصة زعيم بلادهم الجديدة، حيث حدد للمواطنين 28 قصة شعر مسموح لهم بالاختيار بينها وعدم الخروج عنها. ومن بين الأوامر التي أصدرها، حيث قام بوضع شعار ضخم فوق تلة مرتفعة يصل طولها إلى 560 مترا مكتوب عليها يحيى الجنرال كيم جون أون شمس كوريا الساطع. وفي ديسمبر عام 2013 ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن زوج عمد زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون الذي كان يعتبر الرجل الثاني في النظام أعدم في وقت مبكر بعد أن حكمت عليه محكمة عسكرية خاصة بالإعدام ووصفته الوكالة بالخائن. ومن جملة القرارات الغريبة التي اتخذها هو منع كبار المسؤولين في البلد من استيراد السجائر وتدخينها، وقرر أن يدخن السجائر المصنوعة من كوريا لأنها منتجات وطنية. وأخيرا حكم كيم جون على سون هون وزير الأمن العام للبلد بالإعدام بقاذفة من اللهب بسبب صلته القوية بعم الزعيم الكوري كيم جون، وأراد أيضا التخلص من كل القيادات التي كانت مقربة من عمه الراحل وبلغ عددهم 200 قيادة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.